فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما دل عليه حديث أنس والبراء، أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراءة وبقية الأركان عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني أو يخففونها تخفيفا مخالفا لتخفيف الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تخفيفه صلى الله عليه وسلم كان مع الإتمام، وأما هؤلاء فيخففونها تخفيفا مع النقص وعدم الإتمام للصلاة، فربما يسمعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فيخفف الصلاة تخفيفا مخلا ولا يراجع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيحتذي حذوه في ذلك، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. منهم من يخفف القراءة كما هو الواقع الآن، منهم من يخفف القراءة فلا يقرأ بطوال المفصل أو ما يعادلها من القرآن في صلاة الفجر، وإنما يقرأ آيات قليلات ويثقل قراءتها بالتجويد المتكلف والتمطيط الممل حتى يشق على المأمومين، فهو يطيلها من أجل القراءة التي الطريقة القراءة التي يقرأها، لا من حيث الكمية من القرآن الذي يقرأه، وإنما من حيث سوء الأداء والتكلف في القراءة، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم.